هذا المقام يحضرني موقفين في هذا البيت. زرت سيدي ومولانا فضيلة الإمام العارف، فضيلة الشيخ وقطب هذا الزمان، فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي. في هذا المكان جئت له بعد وفاة الوالد، وكنت باكية وكنت متأثرة في سنة 80 عقب وفاة الوالد، وكنت في منتهى الحزن لأن مكانة أبي ووالدي كانت في قلبي يعلمها الله، وكان ارتباطي به، وكنت أشعر أنه كان صبورا وكان حليما وكان ودودا وكان فعلا يتجسد أمامي بالصبر الجميل. وكما يقول العارفين، المؤمن يرى بنور الله، فكان صبره في محله. فعندما وقفت بين يديه وجئت له باكية، قال لي جملة لا أنساها، وأوصاني بشيء، وكان على موعد في الغد لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولأداء عمره. فقال لي: يا ابنتي، لا يأخذ الله نفسا وفي الأرض حاجة إليه. قضي الأمر. ففهمت هذا المعنى، وقال لي: أنا غدا إن شاء الله سأتوجه إلى زيارة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأدعو لك بشيء قد لا تحبينه. فاستثار يعني معرفتي، وألححت عليه: بالله عليك يا سيدي، قل لي ماذا تدعو لي. فدعا لي، قال: اللهم اشغلها ووفقها واستخدمها استخدام المحبوبين المقربين أحبابك مع اللطف والعافية. اللهم استخدمها استخدام المحبوبين المقربين المحسنين مع اللطف والعافية. فاستبشرت خيرا، وكانت هذه زي رسالة منه، فعجلت إليك ربي لترضى. كان توجهي بعد ذلك إلى طريق الخير وطريق نفع الناس وطريق استخدام كل الجهد وكل العافية في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلهذا هذا المكان لا أنسى إطلاقا، وكنت على تواصل دائما معه، حتى أنه كان دائما يختصني، وأنت تعرف هذا، يعني بزياراتي المتعددة له كنت أجلس بين يديه، ولي يعني كثير من الذكريات. لا أنسى عندما قال لي: تعالي، أنا شفت لأبوك رؤية جميلة، يلا بسرعة تعالي. فرحت سبحان الله، فقال لي: أنا شفت رؤية لأبوك أنه أطول وأعظم من أعظم إذنه، وكان يقرأ كما كان يقرأ في الدنيا باهتزازته وابتسامته، وكان يقال: اقرأ وارتقي. فقلت: اللهم احشرني معه. قبل وفاته سبحان الله قال لي، كنت أجلس بين يديه، فقال لي: أنت شفت أبوك إمتى؟ الكلام ده طبعا يعني كان قبل وفاته يمكن بشهور. فتعجبت، أبويا ميت سنة 80، وإحنا بنتكلم سبحان الله 98 يعني. فهو أدرك إن أنا ما فهمت سؤاله، قال لي: يا بنتي، لأن أنا بقالي أسبوعين ما شفتوش. فأدركت إنهم أهل الله على تواصل مستمر، ولذلك كنت دايما يعني أحبو عشان خاطر أتلقى الأنفاس الطيبة والأنوار. ولا أنسى عندما كنت أردد عليه بعض التساؤلات، فقلت له: سبحان الله، صفات عباد الرحمن يا سيدنا الذين يمشون على الأرض هونا هونا، يعني بالراحة. فقال لي: يا بنتي، احنا مخلوقين منين؟ قلت له: من الأرض.
قال لي إذا الأرض دي أمك تمشي عليها وأنت طائعة، تمشي عليها تستحي إنها تشاهدك في فيما لا يرضي الله، تمشي عليها خطوات تستغفر لك بها الأرض، تمشي على بطن أمك وعلى صدر أمك وإنت يعني كلك، كل مشاعرك وكل أعمالك كلها تحس إنها شاهدة عليك أمام الله وتشهد لك إن شاء الله. يعني كم من المآثر الحقيقة والمواقف اللي سعدت بيها وشرفت بيها. أما الشرف الأكبر الحقيقة هو سعي أبويا الحثيث إن يكون قارئ السورة في مسجد مولانا الإمام الحسين، وسعيه بكل جهد، ثم اختياره بعد امتحان الأصوات العديدة في هذا الوقت واختباره والتوفيق بانتقاء صوت الشيخ الحصري لإتقانه، لأدبه مع كلام الله، لأدبه مع كل حرف، لحبه لسيدي رسول الله ولحبه لسيدنا الحسين. فكان ارتباطنا بسيد الإمام الحسين ارتباط عاطفي جميل، وكنا دايما الحقيقة يعني نشوف فرحة الوالد وسعي الوالد وحبه لهذا المقام. ودائما ما كان يشرف يقول لك أنا قارئ في مسجد سيدنا الحسين. فإحنا الحقيقة يعني هذه الذكريات الجميلة وهذا اليوم الجميل وفي هذا المولد الشريف ندعو الله سبحانه وتعالى لنا جميعا القبول، ندعو الله سبحانه وتعالى لنا أن يتقبلنا الله سبحانه وتعالى في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وآله في الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو عتاب أو حساب برحمته وإحسانه. شكر الله لك أستاذنا الفاضل المحب لله والمحب لرسول الله وأحبابك وهذه الصحبة الطيبة، وشكر الله لك عالمنا الجليل. لم نستزد برضو من نرجو أن تفيد علينا من أقوالك ومن حكمتك ومن المأثوراتك الطيبة، فجزاكم الله عني خيرا وعذرا أني تحدثت في مقامكم، ولكن يشفع لي حبي لله وحبي لرسول الله وحبي لأحباب رسول الله وحبي لآل البيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.